الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. تقنية الأسلاك النانوية ستقودنا إلى بطاريات دائمة. تخيل يوماً أن تمتلك بطارية لجهازك المحمول لديها القدرة على أن تحافظ على كفاءتها طيلة فترة استخدامك للجهاز دون أن تفكر أبداً بتبديلها. هذا ما يقوم به الباحثون حالياً، فقد توصلوا لتقنية جديدة تحافظ على البطاريات ذات الأسلاك النانوية. لنتابع تفاصيل هذا البحث في مقالنا التالي. قامت مجموعة من الباحثين بإيجاد طريقة جديدة لجعل البطاريات القابلة للشحن تدوم للأبد. غالباً ما تصبح بطارية جهازك الذكي غير نافعة بعد مرور 3 سنوات على استعمالها، بذلك تصبح أنت بحاجة لتبديل البطارية أو الجهاز. ولكن لا تقلق، فيمكنك بناء على هذه الدراسة الاحتفاظ ببطاريتك وبنفس الكفاءة لمدة طويلة جداً. نعلم أن معظم أجهزتنا الحديثة، هواتف ذكية، تابلت، حواسيب محمولة، سيارات كهربائية إلى آخره، تعتمد على بطاريات الليثيوم أيون التي تحوي قطبين، أحدهما سالب أنود تنطلق منه الإلكترونات، والآخر موجب كاثود يتلقى الإلكترونات. تفقد هذه البطاريات كفاءتها عند إعادة شحنها وتفريغها لمئات المرات، وذلك بسبب التسريب الحاصل عند القطب السالب. قام الباحثون منذ عدة سنوات بتجربة الأسلاك النانوية المصنوعة من أنواع مختلفة من المعادن كبديل للقطب السالب المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون. وبرغم من أن هذا الأمر يتطلب عددا كبيرا من الأسلاك النانوية، إلا أن هذه البطاريات ستصبح أصغر حجما وأكثر كفاءة. لكن المشكلة تكمن في أن تلك الأسلاك النانوية وحدها لن تكون الحل ليدوم قطب البطاريات طويلا. السبب في ذلك يعود إلى أنه عند تخزين الطاقة في البطارية يتم طلاء هذه الأسلاك بطبقة من ثاني أكسيد المنغنيز، وفي حال إعادة شحن وتفريغ البطارية عدة مرات يبدأ هذا الطلاء وحتى الأسلاك النانوية بالتكسر والتساقط بسبب هشاشيتها وضعفها. وطبعا يجب أن تحل هذه العناصر كبديلا عن الليثيوم في بطاريات الليثيوم أيون، وهو ما يجعل تلك البطاريات بلا فائدة. وهذا ما جعل إحدى طالبات الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، مايا لوتاي، تقوم بدراسة جعل هذه الأسلاك أقل هشاشة. اكتشفت مايا لوتاي طريقة جديدة تطيل عمر هذه البطاريات، وذلك بصناعة هذه الأسلاك من الذهب بدلا من المعادن القابلة للتآكل، ومن ثم طلاء هذه الأسلاك الذهبية بطبقة من ثاني أكسيد المنغنيز، ومن ثم تغليف هذه البنية بهلام من نوع خاص. يعمل هذا الهلام كمحلول كهربائي ويحتوي على أيونات غير معدنية، جزيئات مشحونة يمكنها أن تنقل الشحنات الكهربائية. يقول جورج كرابتري، وهو باحث في مركز البحوث في شيكاغو، قام الباحثون باستخدام هلام ناقل ليحل محل السوائل الكهرلية القابلة للاشتعال المستخدمة في البطاريات. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم بها هلام لطلاء الأسلاك النانوية. قامت لو بصنع زوج من الأقطاب السالبة لاختبارها. يتكون كل واحد منها من 375 سلك نانوي مزدوج. تم إجراء شحن وتفريغ لهذه البطارية حتى 200,000 مرة، وذلك لمدة 3 أشهر. وبالرغم من ذلك، فإن معظم هذه الأسلاك كانت سليمة، وهو ما يعتبر تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع الحد السابق الذي كان لا يتجاوز 5,000 أو 6,000 مرة. يقول ريجينالد بينر، رئيس قسم الكيمياء في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، كنا ننظر إلى هذه الأسلاك تحت المجهر الإلكتروني وكأن أكسيد المنغنيز لا يتهشم على الإطلاق. يبدو أن هذا الهلام كان يقوم بعملية تخفيف للأكسيد، الأمر الذي يحافظ على هذه الأسلاك من الكسر. يعتبر هذا العمل خطوة إلى الأمام من أجل الوصول إلى بطاريات تستخدم الأسلاك النانوية لتحقيق غاية البحث، وهو الحصول على بطاريات دائمة. وطبعا يختلف أسلوب العمل للحصول على هذه البطاريات في المخابر عما يجب اتباعه في المصانع، ففي الأخيرة يكون الهدف الاقتصادية والسرعة والوثوقية، وهو ما سيتم ترجمته في المراحل القادمة.
يأمل الباحثون مستقبلا إلى الوصول للبطاريات الدائمة من أجل مختلف أنواع الأجهزة.